كانوا الام الطائره ديال باش ترجع للمغرب كانت خايبه، فالنيه كيعلمهم الله سبحانه وتعالى، النيه يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فمهما انه كانت النيه خايبه، نفترض مثلا انه النيه كانت نيه سياسيه والنيه خايبه، ولكن في الاخير نقولوا غير كلمه الحق، كلمه الخير وكلمه الحق. فبانهم كاين مشكل بين الدوله المغربيه والدوله الجزائريه، وسمحوا للطائره انها تهبط واستقبلوها في المستشفيات ورحبوا بها وجابوها وتهلاو فيها وجابوك انت وكبروا بكم وهذه وهذه، فالسلطات هي اللي سمحت بهذه القضيه هذه. اما باش تكون واحد الانسان خبيث في الدماغ ديالك، بالنسبه لي اسمح لي واخا انا مغربي وانت مغربي، ولكن انت يا خويا ما يمكنش انك تمثل كمغربي انا كابر في الخير وكابر في العز وكابر في بلد ترحب، والبلد اللي ما كينساش الخير. انا واحد الانسان اللي ما كنساش الخير، واي واحد دار فيا الخير ولو انه النيه ديالو هي نيه الشر، ولكن واخا هكاك نعطيه غير وجه الخير. علاش؟ لانه ما حد كبر ليا بالحاجه وكبر ليا بالميمه وكبر ليا، مهما انه النيه كما قلت لك النيه كتكون خايبه، ولكن لو جيست هو اللي كيبقى. على انهم داووا الام ديالك اللي كانت في حاله حرجه، ودابا كنشوفوا الام الحمد لله ولات مزيانه وراك راجع للمغرب وما صبرتيش حتى جيتي للبلاد وهضرتي في هذا الموضوع. لا، من الطائره بقيتي كتهضر وكتدوي وصحابك بانه السياسه ديال التفرقه ولا السياسه ديال الخبث غتنفع، راه دار المغرب والجزائري ولاو مزيانين في السياسيين، راه انت اللي غتصدق ماشي مزيان، راه التاريخ لا يرحم، راه تصدق انت اللي واحد النهار يقول لك داوا الام ديالك وصدقتي خابت. السياسيين راه ما تثقش فيهم، راه غدا تلقى زيارات رسميه بين الدوله المغربيه والدوله الجزائريه، راه غدا كان شيئا لم يكن، والسياسه ما عمرك ما تثيقها والسياسيين ما عمرك ما تثيقهم. فهمتيني؟ فمن العار والعيب انني كمغربي انني نشوف مغربي كيضرب هذه الطريقه هذه. وسمح لي خويا نقول لك بانك انت خبيث في الدماغ ديالك. وانا بالنسبه لي انني كمغربي كنقول اي واحد كيف ما بغى يكون دار فيك الخير ردوا له بالخير، ولا ما قدرتيش سد فمك، ما تعلقش، ما تهضرش، خليك بعيد. مهما انه كانت السياسه او انه النيه كانت خايبه، نسد فمي. علاش؟ لانهم داووا لي الحاجه فقط، ورجعت الام ديالك معززه مكرمه. باسم المغاربه اللي بحالي واللي كيفكروا بحالي كنقول لي زارجيريان الناس راهم معادين، وماشي اي واحد وقع له هذا المشكل. دونك المغاربه كلهم راه بحال هكاك. لا لا، راه الحمد لله كاين في بلاد الخير وبلاد العز، ومرحبا بكم في اي وقيته، واللي دار فينا الخير كنردوا له بالمثل.